محطتنا التالية رح نروح فيها جولة بعالم الطفولة، ورح نتطرق من خلالها إلى المعايير الأساسية اللي لازم الأخذ بها خلال دوام الطفل بالمدرسة، ما بين الحفاظ على النظافة والحالة التعليمية. ورح نطرح أسئلة عديدة، مكبة القهوة، رح أطرح أكيد تساؤلات عديدة مع الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب. صباح الخير، كب صباح القهوة الخير. خير، ماني صباح شايفة الخير إنه عن جد، مكبوبة. صباح الخير. يسعد كبة صباحك قهوتي. رندا، واهلا يسعد وسهلا صباحك، فيكي. اهلا وسهلا. بالبدايه رجعت المدارس ورجعوا الطلاب واطفالنا وطلابنا على كل المدارس، خلينا نحكي عن المشهد اليوم، كيف عم تشوفي انت برايك؟ هلا هو متنوع وعم بيكون في كتير اختلافات حسب الفئة العمرية، حسب وعي الأهل، حسب حتى طريقة تعامل الأطفال برجعتهم على المدرسة. ولكن أغلب الأسئلة اللي بتكون مطروحة قبل فترة، خصوصي إنه هاي السنة مميزة شوي عن باقي السنين، بس بشكل عام دائما بيكون في أسئلة هلا بنضاف عليها أسئلة جديدة، إنه أنا وين بدي أحط ابني؟ شو الشيء الأفضل؟ على شو لازم وقت روح حطه أسأل؟ سواء بكل المرحلة كانت روضة ولا ابتدائي ولا حتى بالثانوي. دائما هون بقولهم في عناصر أساسية أنا الأم لازم تسأل عليها قبل ما تتوجه أو قبل ما تختار، اللي هي أول شيء المكان، خليني أقول لك المادي اللي أنا بدي أحط فيه، هل هو كماديا أنا مناسب إلي؟ بعدين بتجه للخطوة الثانية، بتشوف قد إيه قربه على المكان، كل ما كان العمر صغير يفضل يكون أقرب. المكان أقرب تماما. نحن للأسف بنغفل عن بناء أساسي أو سلم أساسي بالاحتياجات اللي أنا بدي أدور عليها لابني. بروح دائما بقصف إنه أنا بروح إنه بدي أشوف شو الإنجاز اللي هو عم بيحققه، ولكن في خطوات أساسية قبل أنا لازم أشتغل عليها مع ابني لحتى يوصل لمرحلة تعليمية معينة أو كشخصيا يقدر هو عنده هذا الشعور بالإنجاز ويكون مناسب لإنجازه، لا يكون أكبر ولا يكون أقل. فأهم شيء بنرجع للخطوة الأساسية والقاعدة الأساسية هي الحاجات الأولية اللي عنده. هل هو المكان نظيف اللي أنا عم ببعته عليه؟ هل هو مرتاح؟ هل في رعاية معينة؟ هو في هل تهوية هلا بالكورونا، تماما يعني مش هل هو عم الشمس بياخد بالتهوية. تقدير ومحبة لازمة؟ هل هو الأكل عم بيكون كافي اللي أنا عم ببعته معه؟ هل هو نظيف؟ هل هو عم بيكون مرتاح؟ طيب إذا كانت المدرسة كتير منيحة ونحن بنعرف إنه هي المدرسة ممتازة مثلا، والطفل ماله مرتاح فيها، شو الأم ممكن تعمل بهيك حالة مثلا؟ هلا كمان هذا كتير عم بيكون وارد، خصوصي بالفترة العمرية اللي بين الستة للثمان سنين، لسبب كتير بسيط انه خصوصي هلا بتلاقي الام هي مزعوجة من الفئة بكير، ففي مفردات بترددها انه اف هلا بدنا نرجع، عم في اي علينا هلا بدنا نرجع على الدرس، فهو سمع هدول الكلمات وتقمصهم، فهو صار كمان عم يتأفأف معهم، بعد هالقعدة الطويلة عم بيكون كتير منفس حلو لأنه يروح يرجع يشوف رفقاته، يرجع يفوت على الدرس، يرجع يحس إنه في شيء لحياته رجع طبيعي. فهي التفاصيل، هاي المفردات اللي الأم بتكررها، هذا التذمر اللي دائما بيكون موجود عند الأهل، فهو بينتقل للأطفال. أنا بقول لهم حتى بالأعمار اللي أبكر، مرحلة الروضة، كمان الأم خوفها بتنقله للطفل بدون ما تحكي، يعني هو بيشعر فورا بلامس مشاعر أمه وأبوه إنه هن مرعوبين عليه، هن خايفين، هن مسرسبين بتفاصيل معينة، فبصير أو بيستفزهم فيها، بصير كل ما بده يذاكرهم بده يتصرف تصرفات بتزعجهم، او بالعكس تماما حيصير بخاف كثير، عنده خوف غير مبرر، بننتقل لمشاكل ثانيه نحن بغنى اساسا انه نفوت فيها بحياته. لهيك لما بتكون الام، انا ليه بقول روحي شوفي اول، يعني ما تخلي بس على ارتاحي التليفون او نفسيا تماما، وبعدين. بقول فوتي انت ارتاحي، اذا انت ارتحتي حتنقلي هذا الشعور لابنك، اكيد. حيكون الانفصال كتير تدريجي وكتير مناسب لانه انت صار عندك انطباع ايجابي عن المكان اللي حتبعتي ابنك عليه.
تماما. رندا، عم نشوف دائما الطفل الثاني بالبيت لازم يكون مرتبط باخوه الكبير، لازم يكون بنفس المدرسه اذا الام حاببتها، نرجع للام ومحبه الام للمكان، لازم الاخ الكبير دائما عينه على الاخ الصغير اذا كانوا بنفس المكان. هي الشيء يمكن عم تعمل فيدباك مانو منيح، عم تخلي الولد الصغير هو يتذمر ويبطل يروح، يبكي زياده، يمكن يعيط زياده، يصير عنده سلوكيات هي انه خلص انا عندي امان او اخي موجود هون ففي لي سند مثل ما بيقولوا بقلب المكان او بقلب الجاردوري. خلينا نحكي اليوم قديش لازم فصل الاخوه عن بعضهم. هلا نحن هون كل واحد طبع يعني تماما هم بنرجع هلا بدي اقول لك انه نحن بنرجع للفروق الفرديه بين الاشخاص وبين الاخوه، وطبيعه العلاقه كيف مزروعه بيناتهم وقد ايه فرق العمر بيناتهم كمان هذا له دور. هلا بالمراحل الاولى ما في مشكله انهم يكونوا يعني باول فتره اوكي يقدر يعرف انه رايح هو واخوه على نفس المكان، ولكن في مفاصل لا انا ما لازم حتى بالاوتوكار ما يطلعوا مع بعض، يكون دائما في حياه منفصله تماما. وانا بقول للام انه بقول لهم بالبيت كيف بيلعبوا، مثلا ممكن يكون بيتقاتلوا على نفس اللعبه، ممكن دائما يكون في هذا التنحر بين الاخوه انه بغار منا لا دائما بدي الضوء مسلط علي مو على اخي. فهون انا بقول لها لا افصليهم، خلي كل واحد يكون باتجاه لحتى ما يكون واحد متسلط على اخوه ولا حدا منهم يكون شخص خاضع او تنفيذي بس شو بيقولوا له بيعمل، لانه هذا بيتعمم بعدين بصير بينتقل من الاخ. هلا شخصيته هي اللي تتكون تماما فهيك انا يا حسب هو شخصيته وكيف انا بالبيت هن طبيعه العلاقه بيناتهم، او ممكن اول فتره يكونوا مع بعض وبعدين يصير هالانفصال، او لا يفضل من اللحظات الاولى كل حدا بمكان وكل حدا بتوجه. رندا، كيف ممكن نعزز حاله الوعي عند الاطفال حتى كمان عند الامهات، مثلا يقول لهم طفلهم انا تخانقت مثلا مع رفيقي بالمدرسه، كيف طريقه التعامل؟ مثلا رفيقه ضربه، هل لازم يضربه؟ مثلا رفيقه حكى كلمه مثلا ما حبها، لازم يرد له اياها ولا لازم يمشي؟ برايك كيف يعني يتصرف بالطريقه الصح؟ هلا في عندي نوع من الاطفال بيكونوا كثير خجولين وكثير انسحابيين، فانا دائما بقول لهم لما بيصير اي موقف معك ومع رفيقك بتطلع عينك بعينه، دائما هذا التواصل البصري بيعمل هي الحدود وبيخلي انا تقوى ثقتي كطفل مثلا اذاني رفيقي، وبنفس الوقت بعطي انذار للشخص الثاني انه انت ما بصير تتعامل معي هيك، واساله بتطلع. ايه يساله ويقول له انه انت ليه هيك تصرفت معي. فدائما لما بيكون طفل رايح عم بيهجم على رفيقه بده مثلا يضربه او ياخذ منه لعبه او شيء، فهو دائما متوقع رد فعل غير هذا رد الفعل، فنحن دائما بنعلمهم يعطوا رد فعل مدروس غير متوقع من الطرف الثاني، حتى هي الخدعه نحن بنستعملها بين بعض، كمان هي كثير ايجابيه لانه بتخلي الشخص يرجع خطوه لورا انه انا فعلا لهيك تصرفت، وبفتح نوع حوار. هذا بيرجع للبيت كمان، بيرجع لعلاقة الأم بطفلة بالبيت قد ايه هي عطيته مساحة، قد ايه هي مدلل، قد ايه مسمح له يتجاوز حدود غيره، قد ايه لا ممنوع عنه كثير اشياء. هاي التفاصيل كلها هي عنصر حسب تربية اساسي الاسره تماما، التنشئه الاسريه تماما. شكرا رندا، شكرا لمعلوماتك القيمه، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لكم.